الاستاذ نادر بكار متحدثا طبعا باسم حزب النور السلفي. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا استاذ شريف. اهلا بحضرتك. يا ريت تفهمنا هل في علاقه ولا ما فيش علاقه، واذا لم يكن هناك علاقه هل تاكدتم من اللي حط البيان ده على الصفحه؟ بسم الله. هو الاول بس انا مش شايف الشاشه عند حضرتك، فالمفترض ما دام حضرتك بتقول ان انتوا حاطين الصفحه يبقى تحط برضو ان احنا هتظهر حالا النهارده. نعم هتظهر حالا، اتفضل يا فندم. لا، زي ما انت هتحط على الصفحه الان بيان هذه الصفحه المسماه بهيئه الامن معروفه انها منكر، يبقى برضو الفريق اللي عند حضرتك يحط ان احنا امبارح بالليل طلعنا تكذيب لذلك على صفحتنا الرسميه. ما هو ده اللي انا قلته دلوقتي حالا وحضرتك بتنضم لنا على التليفون. قلت ان حضرتك قلت ان حزب النور السلفي. الصوره يا سيدي الفاضل، الصوره ابلغ بكثير جدا من ان انا اتكلم ربع ساعه او ثلث ساعه. طيب لازم لما حضرتك هتحط الصوره اللي بتقول فيها الصفحه اللي هي هيئه الامن معروف انها منكر ان هي تتبع حزب النور، تحط برضو الصوره اللي احنا بنقول فيها لا على صفحتنا الرسميه. ما هو احنا معانا حضرتك دلوقتي بشكل مباشر وعايزين نعرف اكبر معلومات ممكنه، حتى بالتاكيد بذلتم مجهود او عرفتم معلومات عمن نسب هذا البيان لحزب النور. ايوه، بس برضو حضرتك هتحط على الشاشه ان احنا كذبنا ذلك من امبارح. هنحط، وقلت الكلام ده والله وبيكتب دلوقتي على الهواء وحضرتك بتتكلم. استاذ شريف، قبل ما حضرتك تقول، زي ما حضرتك جبت صوره ضوئيه للصفحه بتاعت الفيسبوك، هات صوره ضوئيه لصفحتنا. ممكن حضرتك تقول لنا محتويات هذا البيان يا فندم اذا تفضلت؟ هقول لحضرتك بس لازلت محتفظ بنفسي بابسط مش هقول القواعد، مش هقول القواعد المهنيه، انت اعلم بها مني، لكن هقول القواعد الموضوعيه التي لا يختلف عليها يا فندم. يا سيدي الفاضل، نحن الان نغرق في دوامه البحث عن التفاصيل بدون الاجابه عن الاسئله، وانا معايا بس أبداً. طب انا هقول لحضرتك حاجه، لك على السؤال. لا انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هقول لحضرتك مهنيا، اعذرني يعني اتكلم فيما يخصني طبعاً. مهنيا وجود حضرتك ابلغ بشكل مباشر صحفي كمصدر اساسي موجود معنا على الهواء يجب اي شيء. اتفضل يا فندم. انا ما تكلمت عن المهنيه، انا قلت لحضرتك بتكلم عن الموضوعيه. اتفضل. الصوره الضوئيه للبيان الهيئه انا مصر عليها رغم ان هي مش تفصيله صغيره. طيب اتفضل يا فندم. قدامها صوره ضوئيه اخرى لنفسينا اللي قلناها من امبارح بالليل بقى 24 ساعه. طيب انتقل بقى مباشره واقول اولا شكرا على الاستضافه عشان اوضح، لكن انا عارف هي دي مشكلتنا والله هي دي مشكلتنا حضرتك. مشكلتنا دائما ان احنا نهدر الكثير من الوقت في حديث عن قصص. انا هكلمك اهو، انا هقول لك اللي انا بقول، برد بهذه المنهجيه. فضل. لان لو حضرتك بتتابع الفيسبوك، احنا بقينا نعاني دلوقتي ان انا اطلع في برنامج مدته ساعه او ساعه ونص ويجتزأ الدقيقه اللي صاحبها عايز ان هي تجتزأ، ثم صار الامر أسوأ من ذلك، بقت الناس بتاخد السبتايتل اللي بيتكتب على الشاشه اللي انا ما بشوفوش ويطلع معتمدين على ان الكنترول اكيد بينقل اللي انا بقوله بدقه، والناس احيانا بيبقى لها تصرف اخر، فلذلك انا اصريت ان على الهواء اقول ان يتحط صوره ضوئيه اتفضل استاذي زي ما اتحط صوره ضوئيه للخبر الملصق بنا. اولا في قاعده شرعيه ومن ثم صارت قاعده قانونيه بتقول البينه على المدعي، يعني ما يبقاش حد بيتهمني اتهام ومعهوش الدليل ويبقى انا مطالب بالرد. ومع ذلك تنزلا في هذه الخصومه التي اثيرت على الفيسبوك، احنا بنقول نفينا مرارا وتكرارا ان احنا لنا اي علاقه بهذه الصفحه. ده النقطه الاولى، ليس لنا اي علاقه بهذه الصفحه. النقطه الثانيه، كلمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده امر ثابت عند كل المسلمين. كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن اللي واصل الان للمشاهد واللي واصل للشارع المصري مزيد من التخويف ومن التفزيع من حزب النور تحديدا، ان هيعملوا لكم زي ما بيعمل هنا او هناك، واراده خلق صوره ذهنيه عند المشاهد تخليه يفزع، يمكن في محاوله من جانبنا احنا شايفين ان هي محاوله بائسه ويائسه لمزيد من التنفير قبل المرحله الثالثه من الانتخابات. فعليه احنا بنقول ان احنا لا علاقه لنا بهذه الصفحه، وان طول عمرنا بننتهج نهج الدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه. طيب لو الشعب المصري، انا بستبق هو اقول لك عشان انا دي رابع او خامس مداخله على نفس الامر. اتفضل. لو الشعب المصري رفض ذلك هنقول يبقى احنا المخطئين، احنا اللي ما عرفناش نوصل دعوتنا للناس صح، الناس هي اللي مجني عليها، والناس هي اللي غيبت عنها الشريعه فترات طويله جدا، الناس هي اللي مسحوقه في الشارع ومطحونه ومحدش بيلتفت اليها. طيب. احنا عارفين الجهه بقى، خليني اكمل بس كلامي. ايوه ما هو ده سؤالي، الجهه بقى اللي حاطت الورقه دي. احنا عارفين الجهه اللي وراء اخراج هذه الصفحه،
زي برضو ما كنا عارفين قبل كده ان في حد فبرك علينا صوره زوج مرشحه وطلعها في على صفحات التواصل الاجتماعي، برضو بقت مثال للسخريه. ولما قلنا دعوه قضائيه الناس بقت بتتصل بيها تترجانا معلش وكان هزار وكان دعابه وما الى ذلك، برضو كانت محاولات قديمه قوي. طيب يعني هل حضرتك بتحط البيان اللي حضرتك اتكلمت عنه دلوقتي ده في اطار حرب انتخابيه ولا في اطار شيء اخر؟ سيدي الفاضل، احنا يعني عندنا تحفظ لابد من اذكره ان الاعلام الى حد كبير جدا ما بتكلمش على برنامج بتاع استاذ شريف، على عكس انا اكن لك كل احترام بالمناسبه. شكرا جزيلا سيدي. بتكلم بصفه عامه ان في ازدواجيه في الاعلام، ان في صفحات على الفيسبوك كارثيه بتتحدث عن ترتيبات لحاجه هتحصل لليوم الفلاني او ترتيبات لحرق المنشاه الفلانيه، ولا يتم تسليط الضوء عليها كما يسلط الضوء على واحد عمل صفحه وقال ان هي منتسبه لحزب النور. وعليه برضه فانا بقول وبطمن الناس اللي فاهمه فيسبوك كويس، الصفحه الرسميه لحزب النور لما تيجي تدعم صفحه تانية بتعمل لها لايك، كده يبقى تقدر تحاسبني وتقول لا يبقى انت الصفحه اللي انت بتدعمها دي يبقى انت مسؤول. طيب عنها حضرتك تنهدت عندما سالتك عن السؤال ولم تجبني حتى هذه اللحظه، هل بتضع اللي حصل ده في اطار حرب انتخابيه ام شيء اخر؟ ما انا هكمل لك يا استاذ شريف، انا هكمل لك ان اكيد طبعا هو حلقه في مسلسل، ده انا كنت بقوله حلقه في مسلسل التشويه الاعلامي المتعمد اللي مراد به اغتيال الحزب معنويا وسياسيا. على العكس انا بقول اللي بيعمل كده، لذلك لو حضرتك تفتكر انا بقول دي محاوله بائسه ويائسه، انا بقول اللي بيعمل كده انت مش فاهم قد ايه انت بتعمل لنا كم كبير جدا من الدعايه، لان زي حضرتك كده برنامجك المحترم اتصل بيا على طول عشان اطلع اتكلم، خدت انا مساحه اهو عندكم من الوقت بتكلم فيها وبحط حزب النور في جمله مفيده. وما تزعلش مني، اصبحت ضاغطه عليا للغايه فارجو الاختصار، اتفضل. ما هو انا لابد ان انا اوضح هذا الاتهام الشديد جدا اللي بيحاول صاحبه ينال مني، فلازم اخد وقتي. طيب فضل. المساله وكان لازم برضه اوضح فكره الصوره الضوئيه دي مهمه جدا. فانا عايز اقول ان هي بتنقلب على صاحبها كما ينقلب السحر على الساحر، وبتصبح فقره دعائيه مجانيه لحزب النور في كل القنوات، ان في كل القنوات بنطلع طب ننفي الموضوع ده يبقى لازم حزب النور زي ما هو وعلى نفس نهجي، فبيزداد شعبيه. طيب الأستاذ نادر بكار متحدثا باسم حزب النور السلفي ومؤكدا نفيه وتكرار نفيه أنه لا علاقة له بما نشر على الإنترنت أو على الفيسبوك مؤخرا بما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بشكرك على وجود حضرتك معانا في الحياة اليوم.